وإنما هذا باطل. إذا رأيتم أمة النبي صلى الله عليه وسلم تهاب أن تقول للظالم أنت ظالم فقد تودع منهم، أنت كنت معهم والعصابة المفروض كل الإنجازات انت العصابة لابد من أن يعاد فيها النظر، كما الآن تركيا بعد الزلزال رحم الله الشهداء وداوى الجرحى والمرضى، الآن أصبحوا يسترجعون الملفات. أنت تهاوى عمار بهذه الطريقة، هنالك علامة استفهام. إذن من المسؤول على الأمن الغذائي؟ أنت واحد منهم. من المسؤول على الأمن؟ من الذي عندما تأتي إلى الأراضي الخصبة ضاقت علينا الجزائر؟ الجزائر تستطيع تسكن نصف مليار بالمساحة نتاعها، نصف مليار، وهذه دراسات، نصف مليار وكل إنسان عنده سعة من أن يسكن، ضيقتوها على الشعب الجزائري وحطيتوه يرقد فيه. انظر كي لما تمشي بالسيارة ولا بالحافلة وتمر على الأحياء عبارة عن جيتوهات ومعزولة، مجموعة تاع هنا مجموعة هنا مجموعة هنا، وغير آمنة ليلا. سيدي عبد الله الأولى والثانية بوينان، ناس عطاهم سكنة، الإنسان يدخل للسكن بعد شهر شهرين يحس بالضيق، بعد شهر شهرين يحس بالضيق، فضلا على أنه يعاود يبنيها من جديد ويعاود يكسر ويعاود يبني. من الذي أشرف على السكنات؟ لست أنت الوحيد، لكن أنت كيف ترضى بهذا؟ لو أنك قدمت استقالة في ذلك الوقت وكتبت، عمرنا ما شفنا لك مقالة واحدة إلى يومنا هذا، ما زالك حتى بوتفليقة لما توفاه الله تبارك وتعالى نكست الإعلام ودرت له حداد رسمي ودفنته في مربع الشهداء وأبنه وزير المجاهدين رقيقة، وأنت تعرف بأنه مطالب إلى العدالة وأنه رأس العصابة. كل هذا سكت عليه. اليوم جيت تخرج على الفلاحين وتقول لهم الأمن الغذائي. أنا لماذا أتكلم؟ لأن الغذاء يحتاجه الإنسان، ولا غذاء إلا من أراضٍ خصبة، والأراضي الخصبة قدستموها وردتوها بطون أرمي. سحبوا فريق يبكيو، البليدة يبكيو، جنان سفاري يبكيو، بابا حسن يبكيو، بير توتا يبكيو. كيفاش كانت العاشور برك من غابة لغابة من طريق لطريق؟ واد الرمان كيفاش كانت؟ انظروا كيفاش أصبحت الآن مفتاح. من الذي أحالها؟ وأغلب البنايات. إذا وزير السكن في الجزائر في ذلك الوقت مش وزير بسيط، يحتاجه جميع الوزراء بما في ذلك وزارة الدفاع. أعطيني البنتي، أعطيني الوليدي، أعطيني الفلان، أعطيني الفلان، أعطيني الفلان، أعطيني الفلان، أعطيني الفلان. عندنا في الجزائر قريب ثلث ملايين، ثلث ملايين جزائري يكريو. قد يقول قائل إيه كانت أزمة تاع سكن ناس، علاه الأزمة تاع سكن؟ قال لك جاو من الولايات. إذا كنتوا تبنيوا الولايات من بداية الاستقلال، لأنكم ما كنتوش تفكروا في الشعب، كنتوا تفكروا كيفاه تستاو على الحكم، ومن بعد لما يستولى واحد منكم على الحكم
يولي يحوس كيفاش يبقى فيه، وباش يبقى فيه لابد يشغل دماغه باش يبقى في الحكم. وراك الآن تحوس ترمي بأنك راك تحوس إلى العهدة الثانية، ما كاش الثانية يا وليد بوتفليقة، جيبوا البياري وزيدوا الساحر، ما كاش. وسوف نعمل من باب التوعية السياسية على أن لا تجدد العهدة. ماشي 80 سنة ومازالك طامع؟ جيب لنا زوج صحفيين مأمورين خايفين على خبزتهم، كاش واحد يعني تتكلم في حوار صحفي علاه ما تتكلمش مع الصحافة مباشرة راس الراس؟ جيب جميع الاتجاهات ويسألوك. على المباشر